هتكلم معاك عن سينو فارما. في ناس بتقول اطباء مختلفين يعني على المستوى الاكاديمي في اختلاف، ناس بتقول لك ان هو لقاح ذو فعاليه، وناس بتقول لك لا لقاح يختلف عن فايزر. انا كمواطن عايز اعرف تمام، ولو حضرتك قدامك سينو فارما وفايزر هتاخدي؟ طيب خلينا نقول ايه، ان اللقاحات اللي بتتعمل بتتعمل بطرق مختلفة. في طريقة تقليدية كلاسيكية تماما، اللي هو بياخد الفيروس نفسه، فيروس الكورونا، سواء الفيروس ده يا اما بيبقى ايه مضاعف، يعني يبقى ايه، يبقى living attenuated، يعني يبقى ايه بيضعفوه، او بيسموه ميت killed inactivated. ودي التطعيمات اللي كانت بتتعمل خلال الخمسين سنة اللي فاتت. فسينو فارم وسينو فاكس اللي هما الاثنين الصينيين دول، ده عبارة عن حاجة تقليدية كلاسيكية تماما، تكنولوجيا عادية خالص، جابوا الفيروس اللي هو الكورونا اللي موجود عندهم وعملوا له ايه انكتيفيشن، يعني كأنهم موتوه وابتدوا عملوا عليه الطعم. فاذا هو كلاسيكي، فما يخوفنيش في حاجه خالص، بالعكس انا لو قدامي دلوقتي هاخده، مفيش عوامل خطوره من اخده خالص، هو فيري سيف، هو امن تماما واعراضه الجانبيه قليله تماما. مشكلته ايه؟ مشكلته ان الصين لانها مش مشتركه مع العالم كله في المجلات اللي بتنشر زي لانست وزي نيو، اللي هي المجلات الكبيره الطبيه، فما نشرتش الايه الفيز 3 اللي هو الايه الكلينيكال ترايلز بتاعتها، اللي هي نتائج البوتنسي، نتائج الايه، هل هو بيدي مناعه قد ايه. ولكن سينو فارم بالذات لان احنا اشتغلنا عليه في مصر واشتغلت عليه الامارات، فالنتائج بتاعت الامارات وبتاعت مصر منشوره، فبتقول ان هو ايه، يعني في البرازيل مثلا لما نشروا قالوا ان هو في الـ بعد في النتائج بتاعت سينو فارم وسينو فاكس انها بتدي ما بين 50-60% بروتكشن حمايه، ولكن بتدي فوق الايه فوق ال 80% حمايه من دخول المستشفى ودخول الرعايه المركزه، يعني كذا بتحمي الرئه. النتائج بتاعت مصر شبيهه بكده لكن اكتر شويه، بتقول ان في 70% حمايه وفوق فوق عن الايه 90% حمايه للرئه، يعني قصدي ما بيجيش ولا التهاب رئوي ولا بيجي بتدخل على الرعايه المركزه او التنفس الصناعي، ودي نفس نتائج الامارات. الصين نفسها لم تنشر هذا لانها هي مش مهتمه بده، وهي هم ادوا حوالي كذا 6-7 مليون واحد عندهم وخلاص، ما همش دعوه باللي بده. لكن انا بقول لك ان هو لو قدامي هاخده لان هو امن تماما. هل هو بيدي؟ طب ما انا اهم حاجه عندي زي تطعيم الانفلونزا بالظبط، هو تطعيم الانفلونزا ما بيدينيش مناعه 100%، بيديني حوالي 60% بس، اما بيخلي اما يجي لي دور انفلونزا ما يخلينيش يجي لي التهاب رئوي. تمام؟ فايزر. تمام. فايزر وموديرنا بقى عشان الاثنين شبه بعض، الاثنين دول تكنولوجيا حديثه تماما. يعني دي التكنولوجيا واول مره تستخدم في العالم، انهم بيستخدموا حمض نيوكليكي اسمه رايبوزوم الار ان اي. الحمض الار ان اي ده هو التطعيمات عامه، الفاكسين عامه ده عباره عن حاجه بتدخل الجسم عشان تخلي الخليه تطلع اجسام مناعيه مضاده للفيروس ده وكده. فهو ده عباره عن حمض نووي بيدخل الخليه برضو وبيخليها تطلع بيطلع الاجسام المناعيه والمناعه ضد الفيروس. لكن ده اول مره يستخدم في العالم، فلانه اول مره يستخدم في العالم ففي كلام بقى في امريكا بالذات وبتاع ونظريه المؤامره، وده ممكن ياثر على الحمض النووي الثاني اللي هو الدي ان ايه، فممكن بعد شويه ممكن يعمل اورام وكده، عشان كده في كلام كتير عليه. فاذا لكن هو بيدي مناعه فوق ال 96-97%، فاذا المناعه قويه جدا بتاع فايزر وبتاعت الايه بتاع موديرنا، ولكن الامان الاغلب انه امن، لكن الله اعلم بعد سنه بعد سنتين هيحصل ايه. ممكن يسحبوا الترخيص بعد كده يقول لك انا عامله امرجنسي. فاذا عشان كده انا لو قدامي فايزر وقدامي الساينو فارم، الاضمن هاخد ساينو فارم اللي عارفين الاضمن، ما انا بقول لك. لكن فايزر هو موديرنا
كويسين جدا وبتاع، ودي شركات بتاع ده، والاغلب ملوش اثار جانبيه. وكمان بقى اللي بيحصل بقى ان هم بيتاخد، بيحصل ايه؟ بيحصل حساسيه جديده، والحساسيه دي ممكن توصل لدرجه ان ممكن حساسيه في مكان التطعيم او في الجسم كله، وممكن توصل لايه؟ لشلل مؤقت في الايه، في الوجه. طب الاعراض الجانبيه اللي احنا اكتشفناها من سينوفارم ايه فندم؟ الاعراض الجانبيه اللي اكتشفت في سينوفارم هي يا اما مكان الايه، الحقن بيبقى بيسخن او بيبقى فيه زي احمرار، في بعض الناس بيجي لها لمده يوم او يومين سخونيه، جسمهم بيسخن او تكسير في الجسم، ما حصلش اي وفيات ولا اي شيء من الحاجات دي. انت في النص بس نسيت ان انت اللي موجود عندنا في مصر هو الاسترازينيكا الاوكسفورد، مش فايزر، فانت لازم تسال على اوكسفورد. طيب حقيقه ان في بعض الاطباء اصيبوا بكورونا بعد حصولهم على اللقاح، ده كلام غير علمي. هو ممكن يكون كان عنده اصلا في فتره الايه، فتره حضانه الفيروس، في فتره الحضانه دي ما بين 5 ل 10 ايام، ففي فتره الحضانه كان هو عنده الفيروس، وبعد كده اما خد التطعيم ظهر عليه المرض ده. لكن يعني العلم ما بيقولش، لان هو اصلا ده فيروس، يا اما فيروس ميت يا اما ار ان ايه، يا اما مفيش فيروس، انت ما بتحقنش فيروس عندك خالص، ما بتحقنش كورونا. واللقاح المصري بقى يا فندم، يعني اللقاح اللي احنا هنستخدمه هنا، اللقاح المصري لحد دلوقتي ده كلاسيكي زي بتاع زي السينوفارم. طب